أخبار اليوم. رحيل الغطاني خسارة كبيرة للأدب وللصحافة، وجمال الغطاني زي ما أنا بقوله هو ليس مجرد صحفي كبير ولا أديب يعني من أدباء المعدودين العلامات في الأدب العربي يعني، لكن هو كمان شخصية وطنية وصاحب موقف. جمال الغطاني حيبقى لأنه هو جزء من الذين حفظوا الذاكرة المصرية بتسجيل بطولات الجيش المصري والجندي المصري بعد هزيمة 67 وتغطيته الحرب الاستنزاف وانتصار 73. ألم جمال المصري سواء في الأدب أو في الصحافة حفظ الذاكرة المصرية هذه البطولات. وجمال الغطاني الصحفي المتميز والأديب المتميز كان من الطبيعي أن هو يأسس أول صحيفة أدبية أخبار الأدب في الوطن العربي، ويبقى لها يعني تبقى بصمة وتبقى علامة مميزة في تاريخ الصحافة وفي تاريخ يعني الأدب. يعني جمال الغطاني مثقف موسوعي، صحفي كبير، أديب ترجمت أعماله إلى أكثر من لغة يعني عالمية، فنقدر نقول إن جمال الغطاني أديب يعني عالمي. بأكد مرة تانية إنه رحيل الغطاني خسارة كبيرة يعني لكل وطني، وخسارة لصحافة، وخسارة للأدب، وربنا يعوضنا عنه خير إن شاء الله.